في إذاعة دمشق، وقبل بضعة أيام من وفاة الأستاذ عبد الوهاب جرى اتصال هاتفي بين الإذاعة والأستاذ عبد الوهاب، دعي لزيارة سوريا ودمشق وبلودان، المكان الذي أحبه الأستاذ عبد الوهاب وقال دائما بلودان أحلى من سويسرا. قال ردا على الدعوة: هل سآتي في الصيف؟ لا، الصيف ده بعيد قوي. لقد كان يحس بقرب النهاية فعلا. سيد عبد الوهاب، نحن ننتظرك هذا الصيف، لا نريد أن تكون أبعد من هذا الصيف، فالصيف على الأبواب. هذا الصيف إزاي؟ ده أنا حاجلكم بارح. ده كنت عاوز أجيلكم الشهر اللي فات. والله يا ريت. الشهر اللي جاي ولا الصيف اللي جاي؟ الصيف اللي جاي عليا بعيد. الصيف اللي جاي عليا بعيد. وفعلا غاب الأستاذ عبد الوهاب عن هذه الدنيا في الرابع من أيار مايو عام 91، فأغلق ملف الغناء العربي المعاصر. سبقه لذلك زكريا أحمد وبيرم تونسي عام 61، والقصبجي عام 66، وفريد الأطرش عام 74، وأم كلثوم عام 75، وعبد الحليم حافظ عام 77، ثم كان رامي والصنباطي كان دورهما في عام 81.